ايه هو الروت؟ ايه هي مميزاته؟ طب ايه هي عيوبه؟ طب هل الروت ده بيفيد الجهاز بتاع الموبايل بتاعي ولا لا؟ طب تنصحني احمل الروت على الموبايل ولا لا؟ كل التساؤلات دي ان شاء الله هنجاوب عليها في الفيديو بتاع النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أيمن صفت من قناة علامة استفهام. ازيكم، أخباركم ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله بإذن الله تعالى هنشرح درس في الأندرويد، وهو عن الروت. كلنا طبعا عندنا جهاز موبايل، وطبعا أغلب أو 90% من المستخدمين بتوع الموبايلات دلوقتي معاهم أجهزة أندرويد. فلو انت عندك موبايل وعليه نظام الاندرويد يبقى انت لازم تسمع الفيديو ده للاخر. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة معانا، فانا بدعوك ان انت تشترك في القناة، قناة علامة استفهام. ولو انت برضو مش عارف المدونة بتاعتنا، برضو هي اسمها مدونة علامة استفهام، واحنا شارحين فيها الدرس بتاع النهاردة. اول حاجة هنعرفها تعريف بسيط عن الروت. هنتكلم ببساطة كالعادة وهنعرف الروت. الروت هو عملية برمجية في نظام الأندرويد، حيث يمكنك أنت كمستخدم عادي من التعديل على كل تطبيقات الهاتف والتعديل في كافة الملفات التي توجد على نظام الأندرويد. وأنت هتقدر باستخدامك الروت هتحصل على صلاحيات فعلية وصلاحيات لا حصر لها في كافة ملفات وتطبيقات الجهاز. فعندما تقوم بعمل روت على جهاز الأندرويد الخاص بك، فإنك تمتلك ببساطة كل الصلاحيات المفتوحة، بالرغم طبعا من أن الأندرويد مفتوح المصدر، ولكن في حاجات أنت ما تقدرش تتحكم فيها كالملفات والتطبيقات اللي بتنزل مع الجهاز نفسه. يعني الجهاز نفسه بينزل مع تطبيقات وملفات أنت طبعا ما تقدرش ولا تحذفها ولا تبدلها ولا تعدل عليها. فالروت ده بيديك إمكانية أن أنت تعدل على الملفات دي أو بتحذفها، وبيديك إمكانيات كتير أنا شرحها في درس النهاردة. ببساطة لو أنت برضو لسه مش مجمع إيه هو الروت، الروت في الأندرويد هو الأدمن على نظام الويندوز. لو أنت استخدمت جهاز كمبيوتر قبل كده، وطبعا كلنا استخدمنا أجهزة كمبيوتر، في حاجة اسمها أدمن أو أدمنستريتور، وفي حاجة اسمها يوزر أو مستخدم عادي. الأدمن ليه صلاحيات يعمل كل حاجة على جهاز الكمبيوتر، لكن اليوزر ليه حاجات معينة يقدر يعملها وما يقدرش يتعدى هذه الصلاحيات، أو ما يقدرش يتعدى الصلاحيات بتاعته. تمام، يبقى الروت على الأندرويد كالأدمن على نظام الويندوز. هنتكلم دلوقتي عن مميزات الروت. مميزات الروت، احنا دلوقتي ممكن عايزين نشغل تطبيقات بتطلب مننا ان يكون الجهاز بتاعنا عليه روت او الاندرويد بتاعنا عليه روت. طبعا انت قبل كده اكيد جيت تنزل تطبيق وطلب منك الروت. التطبيقات دي زي تطبيقات تهكير الالعاب، وتطبيقات الفي بي ان، وتطبيقات اللي هي بتغير شكل الجهاز، يعني بتغير السمزات وبتغير محتويات الجهاز كلها. فالتطبيقات دي بتحتاج ان هي تخش على صلاحيات الروت. تمام، يبقى ده اول ميزة للروت او اول استخدام للروت، اللي هو الروت اللي هو تشغيل التطبيقات التي تحتاج الى صلاحية الروت. تمام، تاني حاجة التعديل على ملفات النظام نفسه. يعني ملفات النظام نفسه انت محتاج تعدل عليها، او انك عايز تحذف ملف معين، او عايز تضيف حاجة معينة، او عايز تشيل تطبيق معين هو انت شايف ان هو واخد مساحة كبيرة على الجهاز ملوش استخدام عندك، ولكن الشركة المصنعة للتليفون حاطه لك البرنامج ده وانت مش بتستخدمه. فانت ممكن من خلال الروت ان انت ممكن تشيل التطبيق ده او الملفات دي. دي تاني حاجة. تالت حاجة تغيير بعض الاشياء الجوهرية في هاتفك، كفلاشة الكاميرا. يعني الاضاءة بتاعت فلاشة الكاميرا انت ممكن تزودها. تخيل بقى، انت ممكن تزود فلاشة الكاميرا عن المعدل المسموح بيه. تمام، وممكن برضو تعلي الصوت او توطيه، يعني تعليه برضو عن المعدل بتاعه، تخلي التليفون صوته اعلى من المعتاد. وكذلك انت ممكن ترفع من كفاءة المعالج نفسه.
يعني البروسيسور نفسه او الرامات نفسها انت ممكن تعليها شوية، بس الحاجات دي برضو سلاح ذو حدين زي ما احنا قلنا، وممكن برضو تغير شكل الخطوط بتاعة التليفون نفسه، بس زي ما قلت لكم الحاجات دي سلاح ذو حدين، فلازم تستخدمها باحترافية ولازم تستخدمها بحرص. واحنا هنشرح الكلام ده في العيوب. ممكن تحذف برامج مثبتة ضمن الروم، الروم غير الروت، الروم هو نظام تشغيل الجهاز نفسه، الروت أداة لكن الروم هو نظام تشغيل الجهاز، وينقسم إلى رسمي وهو نوعين، يعني الرسمي ده نوعين، خام ومعدل، وغير رسمي يعرف بالمطبوخ وهو يصنعه المطورين. مش هنخش في موضوع الروم دلوقتي علشان ايه ده مش موضوعنا، بس يعني ان شاء الله ممكن نتكلم عليه في حلقة تانية. خامس حاجة في مميزات الروت هو تحويل صيغة الذاكرة الداخلية للجهاز من FAT الى EXT2. طبعا ده انت ممكن تستخدم الخاصية دي في تسريع وتحسين كفاءة الجهاز بتاعك. دي بالنسبة لمميزات الروت، ان انت زي ما قلت لكم ممكن تنزل تطبيقات مفيدة جدا واللي هي بتحتاج صلاحيات الروت، وان انت ممكن تعدل على الملفات وهكذا. عيوب الروت او سلبيات الروت، اول حاجة ان انت هتفقد ضمان الجهاز من قبل الشركة المصنعة، يعني انت لو جايب جهاز جديد لسه بكرتونته انا بنصحك ان انت ما تحطش عليه روت غير لما تتاكد ان الجهاز ده ما فيهوش عيوب صناعه، السماعات شغاله كويس، الكاميرا شغاله كويس، كل حاجه، يعني افرح بالجهاز كده في الاول كام شهر كده وتاكد ان الجهاز ما فيهوش اي عيوب، ان انت ممكن تروح للتوكيل او ممكن تروح تستخدم الضمان، لان بمجرد ان انت تنزل روت على الجهاز فانت دلوقتي اخترقت النظام بتاع الجهاز فالضمان بيرفضه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه في حالة عدم استخدام الروت بشكل احترافي وبغير وعي ودراية، فإنك من الممكن أن تخسر وتتلف نظام الأندرويد نتيجة حذف بعض الملفات المهمة، لأنك باستخدام الروت هتقدر تدخل جوه الملفات المثبتة على الجهاز أو على جهاز الأندرويد، وطبعا كل ملف ليه وظيفة معينة. ممكن يكون في تطبيقات أنت مش بتستخدمها وملهاش لازمة معاك، بس زي ما قلت لكم لازم تستخدم الموضوع ده بشكل احترافي وتسأل وما تجربش، يعني الموضوع ده مش محتاج تجربة. انت ممكن تستبدل ملفات عندك، عايز تغير خط، عايز تعمل اي حاجة، ممكن تستبدل الملفات دي بملفات تالفة، او ممكن تنزل تطبيقات بتحتاج صلاحيات الروت بس التطبيقات دي مضرة للجهاز. فلازم انت قبل ما تحمل اي تطبيق، التطبيق ده بيطلب منك صلاحية الروت، لازم تتأكد ان التطبيق ده ذات سمعة جيدة عن طريق البحث عنه، يعني انت ممكن تسأل اصحابك، ممكن تخش على جوجل وتكتب تطبيق مميزاته وعيوبه، تخش على التعليقات الموجودة في جوجل بلاي او في المتجر بلاي وتشوف الناس اللي استخدمت التطبيق ده قايل عنه ايه، وكمان لازم تشوف كم حد نزل التطبيق ده او حمله وواخد كام نجمه وهكذا. يعني انت وثقت في التطبيق؟ لا خلاص حمله. انت التطبيق لسه ما تعرفش او شاكك فيه؟ لا ما تحملوش، لانه ممكن يبوظ الجهاز بتاعك، لانك انت بالروت بتكسر الحمايه بتاعت الجهاز، فانت كده ممكن تضر الجهاز بتاعك. رقم ثلاثة، لو انت استخدمت الخصائص اللي موجوده في الجهاز زي رفع الصوت، هترفع الصوت عن المعدل الطبيعي، تمام، زي ما احنا قلنا فوق في المميزات، ممكن انت كده تبوظ السماعه، تمام، لان هي مثلا ليها رينج معين في الفولت بتاعها في الكهرباء بتاعتها، فانت بتعليه زياده عن اللزوم فممكن تضرب السماعه. والكلام ده برضو بالنسبه للفلاشه بتاعه الاضاءه، انت ممكن لما تعلي الفلاشه زياده عن اللزوم هتستهلك بطاريه اكتر، وبرضو لما تستخدم الرامه بتعليها او البروسيسور، وبرضو انت لما تستخدم او تعلي البروسيسور او الرامات بتاعت الجهاز، انت ممكن تعلي كفاءة الجهاز او سرعته، لكن انت ممكن تكون بتأثر على حاجة تانية جوه الجهاز، لان المصنع بتاع الجهاز هو ادرى بامكانيات الجهاز. انت ممكن لو الجهاز فيه حاجات معينة برضو عن طريق الخبرة وعن طريق السؤال تقدر تعلي حاجة بسيطة، حاجات زي كده، لكن ما تعملش بشكل عشوائي علشان ما تبوظ الجهاز بتاعك. رابع حاجة، الروت لازم انت تتأكد قبل ما تنزل الروت ان الروت ده مناسب للجهاز بتاعك، لان مش كل روت ينفع على الجهاز، تمام،
فلازم تنزل روت مناسب للجهاز بتاعك، وده هنشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله. وده كان درس النهاردة عن الروت، مميزاته عيوبه، بننصح بيه ولا لا، وبنتمنى من الله تعالى ان احنا نكون وفقنا في شرح الدرس بتاع النهاردة. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو انت شايف ان الفيديو مفيد ممكن تعمله لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.